دين ايه اللي ضايقني انا انه كاتب انه كاتب صلاح عيسى يقول ويعلق وعم صلاح ميت من السنه اللي فاتت. بص ده في حاجه اكتر من كده، اولا انا ما الزميل ده الفاضل ده كاتب اسمك يقول واجب زين الدين ما كلمنيش اصلا، ما حدش كلمني اصلا في الموضوع، بيقول لك الصحيفه يعمل لا يجوز على الاطلاق اقول ان الوفد والاهالي بيلفظوا انفسهم. يعني ايه بيلفظوا انفسهم؟ ده لحساب مين اضرب في الوفد بهذا الشكل؟ احنا في مشاكل ماديه، في مشاكل ماديه، في ازمه زي بقيه الصحف جمهوريه مصر العربيه كلها في ازمه، لكن مش معناها ان احنا بنلفظ انفسنا. وبعدين الموضوع ده بصراحه يعني كويس انك انت يعني تناولته. اولا الزميل الفاضل انا لم يدور حديث على الاطلاق بينه وبينه. الحاجه الثانيه يعني من الاساس ما كلمكش يا وجدي اساسا. لا ما كلمنيش، ما حدش كلمني. وانا ما اجي اتكلم مش هقول على جريده الوفد بتاعتي بتلفظ انفاسها، ده عيب اصلا طبعا. وانا حاولت اطلب الزميل محمود مسلم، لكن للاسف يبدو ان التليفون كان مقفول، عشان اقول له ايه اللي بيحصل ده، ما ينفعش كده. الاخطر من كده اشوف الاقي كاتب بيقول ويقول صلاح عيسى. عيسى يعني رحمه الله في دار الحق. ما ينفعش كده الكلام ده طبعا. لا طبعا. الكلام ده طبعا انا برفضه تماما. في ازمات بتعاني منها الصحف الورقيه، نعم في ازمات. جريده الوفد بتعاني من ازمه ماليه، نعم في ازمه ماليه، بس انتوا ما بتاخدوش دعم يعني من اي حته. الصحف الحكوميه بتاخد مليار و600 مليون كل سنه. جريده الوفد ستظل جريده الوفد، لن تغلق ابوابها على الاطلاق. نعم. جريده الوفد ستظل لسان حال حزب الوفد. نعم. ومش هتتقفل. هتتقفل ازاي؟ لا ما ينفعش. هو ينفع حزب الوفد من غير جريده الوفد خالص؟ لا، واحنا اتعلمنا الوطنيه من هذا الجرنان وهذا. ما ينفعش الكلام ده. انا حزين جدا جدا للكلام المنشور على موقع الوطن بهذا الشكل، حزين جدا جدا جدا. وانا برجو زميلي واخي وصديقي الاستاذ محمود مسلم نشوف يعني نشوف حل مع المحرر اللي بيفبرك على لساني وعلى لسان واحد متوفي. والله ما ينفعش الكلام ده. انا مستنيك تجي لي بقى في مره كده وانا متابعك، ومبروك على القفزه اللي انت عملتها في الجريده، وربنا معاك.